اهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين. تحياتنا، لازلنا معكم مستمرين معكم ببرنامجنا. السنة القادمة إذا يوم الغد رح تكون السنة أو بداية أو اليوم الأول من أيام سنة 2015. أتمنى تكون سنة خير على الجميع. مرة ثانية منجدد دعواتنا لله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوفقنا جميعا وتكون أيامنا القادمة كلها تحمل الخير والتغيير الإيجابي إن شاء الله. السنوات تتغير بالرقم، ولكن التغيير الحقيقي يبدأ من أنفسنا، من دواخلنا، من إرادتنا. اليوم رح نتعرف على بعض سبل وطرق التغيير اللي ممكن أنه نعملها حتى نغير حياتنا في سنة 2015، وهذا بيستلزم منا نخطط أكثر، نتخذ قرارات أكثر، تكون إرادتنا صلبة أكثر وتكون عزيمتنا جيدة بشكل أكبر. اليوم معنا ست سكينة فرحان، وهي خبيرة التنمية البشرية، تحكي لنا أكثر كيف ممكن نتغير للأفضل في العام 2015. صباح الخير ست سكينة. صباح، أهلا وسهلا فيك، يوم جديد إن شاء الله، وأهلا وسهلا علينا وعليك يا ست سكينة. صباح الخيرات. يعني أنا دائما بقول إنه بجوز حلو الواحد يستبشر بالسنوات القادمة وبالأيام القادمة، تفائلوا بالخير تجدوه. نعم. بس يعني هو الزمن بتغير أوكي بالرقم، بس إذا إحنا ما تغيرنا فعلا من الداخل ما في شيء بحياتنا رح يتغير. تحكي لنا أكثر عن سبل التغيير، كيف ممكن نتغير فعلا بشكل إيجابي ست سكينة؟ أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تكون السنة الجاية سنة حلوة إن شاء الله. وحسب ما إحنا بنشوفها إن شاء الله تعالى. وزي ما تفضلتي السنوات كلياتها زي بعضها، هي بس أرقام وبتمشي من عمرنا، لكن إيش إحنا بدنا نقدم هذه هي اللي بتختلف، وكيف نظرتنا للناس هي أو للحياة بشكل عام هي المختلفة. كثير بيحكوا لي إنه حياتي ما إلها معنى، حياتي أنا صرت يأسان من هالدنيا، شو يعني السنة الجديدة وشو يعني سنة قديمة، كلها زي بعضها. إحنا بنقول أنت كيف نظرتك للحياة هنا بتختلف. بدي أذكر قصة كثير حلوة صارت في اليونان لمسؤول كبير عمل في صفقة في شركة بتمس البلد، فعمل خسارة كبيرة للبلد، فقرروا يعاقبوه. فقالوا له عقابك إنك تكنس البلد اليونان لمدة سنة، وهو مسؤول كبير. فرضي بهذا القرار وصار يكنس الشوارع، لكن وجدوا الناس يعني استغربوا منه انه كان مبسوط وهو يكنس ويغني، فيستغربوا فيقولوا له يعني انت كنت مسؤول كبير والان يعني بتكنس الشارع مبسوط؟ قال لهم بالعكس، انا اصلا بساعد الحكومه اني اخلي بلدي انظف. فيعني شوفي كيف النظره، نظره للاشياء بالضبط. فما للأشياء. كان يعني انه اهتموا ليش وصار يعيط. فهذه هي المشكله بالضبط. مشكله الناس للاسف انها اللي مثلا اتجوز اشياء الحياه كلياتها بتغلبه، فبيهتم وبصير عنده هموم كبيره فما بيشعر بلذه الحياه. اللي ما تجوزت بتصير تنعت الحظ، وانا ما الي حظ وانا كذا، وبتضلها تستنى ترتقب يعني الزوج وهي فاقده حياتها. كذلك اللي ما عنده اولاد مثلا بضله يعني يركض يركض، صح هذه شيء حلو، بس بضله يركض ورا هذه النقطه وناسي كل كثير تفاصيل ثانيه حاجات مهمة. احنا بدنا ندعي في حياتنا دائما لحاجه اسمها تلذذ بالحياه، يعني الله خلقك. ست سكينة هاي كثير عم بيكرروها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، عم بشوفها عم تتكرر وجميلة. بقول لك الماضي ذهب وليس بأيدينا، المستقبل أيضا مش بإيدينا. صح. اللحظة الحالية اللي عم نعيشها هي اللحظة اللي احنا بنملكها، فخلينا نعيشها كما يجب أن تعاش. يعني بطريقة جيدة وجميلة، وبنستمتع باللحظة بعيدا عن المشاكل. لا نعد نتذكر بالماضي ولا نعد نهك الهم بالمستقبل. يعني هو يعني الحاضر هي هذه لازم. نرجع منقول الناس في حياتنا للأسف نوعين، يعني أغلب الناس ناس بتفكر بدون ما تفعل، يعني بتضلها تفكر طول الليل ليش هذا عمل لي هيك وليش سوى لي هيك، وبضل طول الليل يجتر بهالمشاكل لا الصبح، وبعد ما يشوف الشخص بسكت بقول خلص ما بدي احكي له مثلا. عرفت الناس الثانيين؟ الناس الثانيين بيفعلوا دون ان يفكروا، يعني بتقول لك والله اشتقت لفلانه تعال نحكي على طول، طب استني شوي فكري خدي مهل يمكن الوقت مش هنا ابدا. فالناس للاسف اما انها بتفكر دون ان تفعل، يعني بتضلها تتعب حياتها وتفكيرها وهي ما بتعمل شيء، او تفعل دون ان تفكر. فكلتا الحالتين سيئه. طب ايش الحل؟ الحل انه في حاجه واحده، اني افكر
وأفعل. أخطط وأنفذ. هي هاي هذا مربط الفرس. أيوه. نخطط، يعني احنا بنحس انه شويه ايامنا ماشيه على البركه وعلى التسهيل، احنا دائما يعني نتكل على رب العباد. صح. ونوكل امرنا له، بس ربنا كمان يعني بقول لك يعني اعقل وتوكل. يعني الواحد المفروض يقدم الاسباب لنجاحه. صح. وبعدين يعني الاتكال دائما موجود في حياتنا. صح. على رب العالمين، بس انه نترك الامور بهالشكل العشوائي اظن هذا شيء كثير سلبي جدا. كيف ممكن نخطط فعلا لحياتنا؟ هل مهم فعلا تخطيط ولا نخلي الامور هيك ماشيه على البركه؟ طبعا هي الحياه، او اغلب الناس ليش بيشعروا بالملل والسأم وانه حياتهم ما لها معنى؟ لانهم يفتقدوا لخطه مكتوبه. المفروض اكتب خطه لحياتي انا شو بدي اعمل. فاحنا ان شاء الله تعالى خلينا يعني نغير الان ونحكي نكون مختلفين خلال السنه القادمه. سنه جديده مختلفه. بالضبط. كيف اني انا اخطط؟ كيف اخطط؟ انا حاطي اربع تيبس او اربع محاور اساسيه في التخطيط. اول وحده نحاول نشخص، بس هذا لازم نجيب ورقه وقلم ونكتب. عرفتي؟ أوكي. نشخص. ايش هنشخص؟ يعني نشخص حالتي الان، انا وين انا وايش بدي وايش الظروف اللي انا مريت فيها طبعا خلال السنوات اللي فاتت، وايش انا حابب اعمل وايش الاشياء اللي ضاعت مني. اشخص حالتي، يعني زي المريض اللي بروح على دكتور بقول له انا مريض، بقول له ايش يعني مشاكلك. ما بوصف له علاج على طول. أيوة. بالاول بعمل له حاله تشخيص. فاذا في بدايه كتابتي للخطه اشخص انا ايش بدي، وين انا، وين انا، ومين انا، وايش انا يعني بدي اسوي، وايش اللي راح مني، ايش الاوقات الحلوه اللي صارت لي، ايش الاوقات السيئه. لانه ليش هنا في نقطه مهمه، انه اغلب الناس تقع في المشكله وبتتجاوزها، توقع في مشكلة ثانية تتجاوزها، بعدين لحديت ما يوصل حد كبير الانفجار، وبعدين بيرجع بيشتغل كل المشاكل ما عالجها ما أول بأول. عرفتي كيف؟ فهون لازم تشخيص. النقطة الثانية التهديف اللي هي الهدف، والهدف من رمز له بكلمة سمارت. سمارت يعني إنه يكون معروف محدد بوقت. يعني أنا مثلا بدي أبني بيت، بدي أبني بيت يعني لخمس سنين او ثلاث سنين لازم اخلص، فعشان يعني اني التزم بهاي الثلاث سنين. زي ما بتعمل الحكومات ولا المؤسسات. فهذا اسمه الهدف محدود يعني. والحاجه الثالثه من السمارت اني اكون حاجه معقوله، مش احكي له والله بدي اغوص في البحار وانا ما بقدر. قابله للتطبيق. الهدف يكون قابل للتطبيق ومحدد طبعا زي ما قلت لك بوقت. فهذه التهديف. بعد بتيجي التهديف بتيجي التنظيم، يعني اني انا انظم الافكار اللي كتبتها. وبالتالي اني انا ايش احددها انا شو بدي اعمل. خلاص يعني اليوم بدها هاي السنه، بدها شهر، بدها هيك، عرفتي؟ انظمها بجدول. وبعدين بيجي اخر حاجه التنفيذ. ابدا هلا انفذ واقيم. انفذ مثلا الاسبوع هذا عندي كذا كذا. انا قيمت والله انجزته، فاحط كليك عليه انه انا انجزته. بعد شهر حتى يكون لي عندي انا دافع داخلي انه انا بدي اعمل. عرفتي؟ تمام. زي ما حكيت لك هذه هي شروط التخطيط للمستقبل. فأتمنى أنه إن شاء الله يعني إذا أخذوا هدول الأربع محاور خلال السنة القادمة، أني أنا أشخص حالتي، أعمل تهديف لحياتي. رائع. بعدين أعمل تنظيم للأشياء اللي أنا كتبتها، وآخر إشي أنفذها. يعني أوعد نفسي أنفذها. حيلاقي حاله على السنة القادمة إن شاء الله تعالى 2016 إنه فعلا أنجز أشياء حلوة. وكان يسعى في هذا السنة ورا شيء ورا شيء. وهي بس بدك كيف نظرتك للحياة، وكيف إني أنا يعني أمشي فيها. رح أرجع لموضوع النظرة للحياة والناس المتفائلة كيف تفكر والناس المتشائمة كيف تفكر. بس تعرفي وانت عم تحكي بالفعل كتير صار في ناس منا لاغيين دورهم. بالضبط. يعني أنا بعتمد، كنا عم نحكي مع الأستاذ عماد مجاهد الصبح، نحكي قديش في ناس تعتمد على الفلك والأبراج. نعم. وسنة 2015 رقم حلو، أنا متفائلة بال15 وأنا متشائمة من ال14. يعني عم نترك مصيرنا وحياتنا لكثير أشياء خارجنا. صح. وناسين الدور اللي إحنا ممكن نعمله. صح. وهذا نوع من التكاسل، نوع من خلينا أقول الغباء ممكن يكون، ممكن. نوع من الاتكال على الآخرين، حتى إنه الواحد يربط نجاحه بالآخرين. يعني أنا مثلا زوجة، إذا نجح زوجي فأنا ناجحة، إذا نجح ابني. نعم. فأنا ناجحة. أو الزوج إذا نجح يعني لازم زوجته هي تكون بس اللي وراء مثلا هيك. يعني في ناس تربط كل مصيرها بمصير الآخرين والظروف. نعم. اللي حواليها، وناسين دورها الحقيقي هي. نعم. قد ايه فعلا هذا عم بتلاحظيه ست سكينة؟ والله هذه طبعا نقطة كثير مهمة. يعني لأنه محور الإنسان هو نفسه. تمام. عرفتي؟ تمام. فإذا أنا نسيت نفسي
اذا حنسى الاخرين حتى سعادتك انت اللي بتسمعها ولا شيء. فهون بيفقد اللي احنا قلنا عنها التلذذ بالحياه، يعني بصير يشتر بماضي، بصير ينشغل اني انا بس بدي ولد، بصير بينشغل بس بدي اغير جوزي، بدي اغير زوجتي، بدي اغير اولادي، بنسى بدي سيارة احسن، بدي كذا بالضبط. ففاقد الشيء لا يعطيه. دائما احنا بنقول ربي نفسك على الحب حتى الناس تستطيع تعطيه للآخرين، ربي نفسك على التفكير عشان تقدر تفكر مع الآخرين، ربي نفسك على السعادة حتى تسعد اللي حواليك. أما أنت تخيلي واحد كئيب كيف بده يعطي سعادة؟ أبدا مستحيل. لا يمكن. فهذه يعني أول حاجة بحكي غير حالك وشوف أنت وين واعمل هذه الخطة حتلاقي نفسك غيرت. هلا أنا بدي أحكي بعض النقاط المهمة في التغيير، كيف أنا بدي أغير. النقاط هي يعني بدي أحورها حول أنه لا تنسى نفسك. لا تنسى نفسك، هاي أهم حاجة. وإحنا لو بدنا نيجي كناحية دينية أنه ربنا لما بده يحاسب بده يحاسبك انت، مش بده يحاسب الناس. اه طبعا. فاذا هون اذا انا لازم انتبه اكون سمارت، يعني اني انا لازم انا افكر بحالي، افكر بحالي بس مش يعني اني انا سجوزي ولا اولادي ولا جيراني. لا، التفكير بالذات احنا عندنا كثير مرتبطه بثقافتنا وخصوصا عند النساء. صح، التفكير بالذات يعتبر انانيه. نعم. يعني اذا انت فكرتي بحالك اولا تعتبري ام غير صالحه، تعتبري زوجه غير صالحه، تعتبري موظفه غير صالحه. الثقافه هاي بالمجتمع انه تفكير المرأة بنفسها تحديدا المرأة، معلش أنا شوي هون شوي متحيزة للمرة الأولى، بس يعني توصف المرأة اللي بتفكر بحالها أنها أنانية. صح. ولازم دائما كل حياتها للآخرين. صح. لأولادها، لزوجها، للمجتمع. شو رأيك بهذا الموضوع تحديدا؟ علاقة المرأة بحالها بنفسها. صح. بذات احنا هذه حكيت انه كوني مختلفة يمكن في الحلقة السابقة، انه اني انا امحور الامر اللي انا ما انسى حالي في خضم الحياة هذه، لاني انا المعطاء الوحيد. يعني زي ما بيحكوا وراء رجل كل رجل عظيم امرأة، وراء كل بيت ناجح امرأة طبعا، وراء كل عمل ناجح امرأة. فالمرأة هي ان نحكي نص المجتمع، والنص الثاني هي بتربي الجيل طبعا. فيعني هي المجتمع طبعا. فاحنا بدناش نحكي نتحيز للمرأة ونترك الرجل، لا، الرجل له دوره طبعا. يعني وفي رجال يعني كمان حرام طبعا. يعني ناسين حالهم بالضبط. فاحنا بنقول للمرأة وللرجل يا جماعة الخير غيروا نظرتكم للحياة. أوكي. شوف إذا اهتم بنفسك أولا، اهتم بحالك، وما في إشي بدوم. يعني ما تحسب إنه الهم هذا على طول، هيجي وقت ينتهي. فانت ما يعني تحبس نفسك داخل هم، داخل مشكلة. هم. أوكي. لانه هذا الهم راح ينفرج اكيد، هيجي إنما يعني مع العسر يسرا كثير يعني، والليل بعد ينهار، ما في شيء مستمر طبعا. فاذا انا لما احط انه هذا مش مستمر، اذا لازم افكر بالطريقه الثانيه. لما احل مشكله عندي احلها واسكر عليها، ما اضلني اشترها كماضي، عرفتي. اعتمد على التفكير دائما الايجابي، يعني انه حيصير ان شاء الله كويس، يمكن ربنا كاتب لي شيء مختلف. يعني احيانا فعلا ايه القران عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عرفتي. يعني ربما إن انا ازعل من هذا ليش صار لي، بعدين اكتشف فيه من بعد بحكي الحمد لله في كل الخير. هالتاجيل ولا هالتاخير ولا هالالغاء ممكن يكون في كل الخير. انا بدي احكي لك هون قصه واقعيه. انه كان مره مدير شركه كان ماشي في الممر وشاف موظف، فقال له، كان يوم احد، فقال له يوم الخميس بدي اياك في عندي في المكتب في امر ضروري. ومشي. هذا الموظف ضل يفكر شو بده مني المدير، اكيد انا عملت، انا سويت. ضله شوفي كل الاسبوع يفكر، وانا اذا سوى اي حاجه راح يعني بهدله وانا ما حسكت له. وضله يلوم نفسه لحديت ما اجى يوم الخميس. يوم الخميس راح على موعده وقعد وشربوا فنجان قهوه. بعد ما شربوا فنجان قهوه قعد يقول له صراحه انت من اروع الموظفين عندي، وانا بدي اعطيك ترقيه. طبعا اتفاجأ ويعني صعق للموضوع، واكيد ندم على كل هالوقت اللي قضاه بالتفكير. قعد اسبوع وهو يعني معطل حياته ومعطل تفكيره وما تلذذ بايامه، واكيد منرفز في البيت. نعم. على حاجه لا شيء طلعت بالعكس يعني ايجابيه وجيده. فاحنا للاسف دائما بنحط الحاجه السيئه قبل الحاجه الحلوه. نعم. احنا خلينا ان شاء الله في السنه القادمه ان شاء الله نتوقع الافضل، نتوقع الافضل وان شاء الله بيكون الافضل على الطريق الكل، واستشعر الجمال. يعني انه هي بلدنا حلوه، الان بيجي الثلج، بيجي بعدها الربيع، سبحان الله ربنا اعطانا تغيير في الوصول حتى نغير احنا كمان حياتنا. نعم. واني انا لازم ابادر، ما استنى الناس هي يعني تسعدني. انا اللي اسعد حالي. هاي مشكله كثير من الاشخاص كثير. هذه نقطه كثير مهمه صدقيني في سعاده الانسان. اذا بسمح لي الوقت انه انا احكي قصه صغيره على اسعاد النفس. برضه مسؤول في او موظف في شركه
كان يقول انه اني انا مبسوط اني بعمل اعمال كويسه. فمره انجز عمل ونجح فيه، فهو رايح تاني يوم على الشغل، مر على محل الورد فقال له لو سمحت تبعت بوكي الورد هذا للشخص الفلاني، واعطاه الكرت والساعه 10 وراح على مكتبه وقعد وبشرب قهوته وبشتغل شغله. بعد الساعه 10 دق عليه الباب قال له الاخ فلان نعم لك هذا بوكي الورد. فانبسط وراح وقع وحط البوكيه. فهذا البوكيه هو اللي بعته لنفسه. حلو. حتى يشعر بالسعاده. حلو. طبعا. فالقصد انه ما اخلي الناس يعني هي تغدق علي بالسعاده، ولا اضل استنى طول عمري انه فلان يسعدني، ابني يسعدني، جارنا المشكلة. يكون يعني والوحده تستنى جوزها يجيب لها هديه، اخوي يستنى مش عارف ترقي. لا، انا اسعد نفسي بطريقتي لما طبعا. احس اني انا انجزت في عمل، وزي ما قلت لك التهديف والاشياء هاي وانجزتها، اروح اكافئ حالي، اطلع اعزم حالي على قهوه لحالي، عرفتي؟ لاني انا بستحق. حلو. وبستحق اني انا اعمل هيك عشان امشي في حياتي وانا مبسوطه. يعني العمر صغير، يعني ياما بنسمع موت الفجأة وهذا مات بسرعه. طيب وبعدين خلينا احنا هذه اللي نستمتع بحياتنا، تفاصيل صغيره. بالضبط. وليش بالعاده بيكون في مشكله مع الانسان مع ذاته؟ يعني بحس في ناس، بتعرفي في ناس مقسومين، في ناس بالفعل بحبوا حالهم، بتحسي انه يعني هذا الشخص بدلل حاله، مهتم ب يعني طبيعه ونوعيه الحياه، والناس بتحبه وهو بحبه. يعني في ناس علاقتهم بذاتهم مشوشه شوي. صح. نتيجه شو ست متكينه؟ والله هذه النقطه مهمه، لانها ما في توازن. يعني الناس زي ما قلت لك اما تكون انانيه عندها الانا، الانا يعني الانسان من وهذا الانا، احنا ما بدنا اياه. احنا بالزبط. مش عم ننظر انه الناس تكون انانيه بس مهتمه بحالها وتلغي بالزبط. الاخرين، هي عباره عن وسيله لمحبه الاخرين. صح. بالعكس يعني بالزبط. هي بقول لك يعني موضوع الانا عندها عالي لدرجه انها انا ومن بعد الطوفان. طبعاً. يعني ما بيهمني الاخرين. شخصيات طبعا بالضبط. هذه الناس الانانيه اللي حتى السعاده ما يعني حتى هم مع الانانيه هذه مش ما بيشعروا بالسعاده. ليش؟ لانه السعاده خلينا نحطها بين قوسين، هي طريقتي في اسعاد الاخرين. حلو. انا لما اشوف ست سمر مبسوطه انا بكون مبسوطه لاني طبعا. انا حاولت اني اسعدها. طبعا. عرفتي؟ وبحكي انه هذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنا حكى اجمل شيء يعني بمعنى الحديث انه انك تدخل سرور على قلب الانسان. فلما انا ادخل سرور على قلب ست سمر فانا بكون مبسوطه لانها طبعا. مبسوطه. عرفتي؟ طبعا. طبعا. بس طبعا. انا بالمقابل بسعد حالي حتى اعطيها السعاده. تمام. عرفتي كيف؟ هذه التوازن. حتى اللي بيعطي سعاده للاخرين وهو مش سعيد اصلا بتحسيه مش صادق. صح. يعني بتحسي في شيء منقوص، يعني حتى السعاده اللي بقدم لك اياها ما بتحسيش بطعمها، بينما بالزبط. لما اقدم لك شخص سعيد شيء بيسعدك فعلا بتحس كتير. بشيء وما احلاها لما تيجي مفاجاه هيك طبعاً. انه يعني بتكون حاجه مش متوقعه وبعدين تلاقي انه هذا بفكر فيكي. يا الله، يعني هذا قمه السعاده. فاحنا القصد نقول ان شاء الله انه هذه السنه يعني تكون مختلفه ان شاء الله، ونكون مختلفين بنظرتنا للحياه. نظرتنا انا كيف اشوف من الان. اتمنى جميع المشاهدين انه اللي بيحضروا معنا انه فعلا الحياه حلوه، بس زي ما بقولها الحياه حلوه بس نفهمها، بس نفهمها. بس طبعا. نفهمها انه مش اني انا انجر ورا الهموم، انجر ورا مشاكل الاولاد، انجر ورا مشاكل الزوج، ورا مشاكل الزوجه، الاقرباء او المجتمع او حتى الضغوط. بالعكس، هذه الضغوط يعني اذا ما صارت انا ما صرت. يعني احيانا ما بصير ناجح الا اذا كان في ضغوط. تخيلي لو كل الحياه سلسه وكل شيء موجود عندك، معناته انت لا بدك تعمل ولا بدك تشتغل ولا بدك تتحدى. هضلني قاعد قدامها التلفزيون ولا بالضبط. اذا هي محفزات لنا للعمل والاراده. قد ايه مهم الاراده بحياه ناس؟ يعني هذه كل الاشياء اللي حكيتيها بتستلزم يكون عندنا اراده قويه وصلبه. اكيد طبعا. احنا دائما مرات نستسلم ونقول خلاص كيف ما تيجي تيجي، مش مشكله. قد ايه الاراده مهمه؟ جدا مهمه. بالاقلاع مثلا عن بعض العادات السيئه، عن تبني عادات ايجابيه بالسنه الجديده. صح. كيف ممكن نصنعها؟ كينا بالإرادة الحقيقية. هذه بنسميها اسمها الموتيفيشن أو التحفيز الداخلي. يعني أنا لازم الآن أصمم أني أنا بدي أتحفز. طبعا ما حأقول لك أن الأمور سهلة أبدا، من أصعب الأشياء أنه الواحد أيوة. يكون عنده إرادة صلبة، لكن خليني أحاول. إحنا بدنا نغير صح على السنة الجاية، فإذا أحاول. يعني مثلا صارت لي أي مشكلة أتذكر أن أنا لازم أحاول أن أتغلب عليها، ما أخلي أستسلم إلها. اوكي، هتلاقي نفسك سبحان الله انه تفكيرك صار يمشي معك على الطريق الصح. أوكي. عرفتي كيف؟ حيكون معك انه والله اني انا حنجح فيها. احسن صراحه اسلوب للتحفيز الداخلي تربيه النفس على الكلام الايجابي. يعني مثلا انا بدي انجح في عملي.
ولا شايفه مثلا خلينا ناخذ تحدي اكبر، اقلاع عن التدخين مثلا. التقليل. كمان شوي عندنا الجمعيه الاردنيه لمكافحه التدخين مثلا، خلينا ناخذ هذا الهدف. ممتاز هذا مثل كثير حلو وللاسف منتشر كثير بين الشباب وحتى البنات صاروا. أوكي. والاراجيل والاشياء هاي يعني للاسف انه هذا العاده هاي كثير مؤلمه لانها بتسبب قتل نفسك قبل قتل الاخرين. مزبوط. يعني ياما صارت زادت حاله السرطانات والعياذ بالله، صارت حاله الامراض الوهن التعب. عرفتي؟ طب اذا بدنا نتخلص من هاي العاده كيف نعمل؟ أيوة. الحافز الداخلي للتخلص. ممتاز. الحافز الداخلي اني اول حاجه اني انا اقنع نفسي انه هذا مضر لصحتي. هذا اول نقطه، لانه انا نفسي غاليه يعني. بالزبط. الانسان اغلى ما نملك. طبعا. الانسان نرجع لنقطه انه نحب حالنا. اذا بالزبط. ما حبينا حالنا ما راح يكون عندنا هذا الحافز. يعني انا كل ما احس حالي اني انا غاليه وانا كويسه، عرفت، انا بستاهل اعيش، اذا اقنع حالي اني انا الاشياء السيئه ابعد عنها. هلا التدخين ايش بيعمل هيك؟ اقنع يعني اصير احاور نفسي ايش بيسوي لي التدخين. بدمرني، بتزيد عندي الكحه، بتزيد عندي الالم في الصدر. عرفتي؟ فالان انا بدي بتفرغ جيوب محفظتي. بالضبط بالضبط. يعني اللي بيدخنوا للاسف يعني ثلاث باكيتات طبعا، يعني يمكن لو بدك تعديها يمكن بتكلفوا 100 دينار شيء، يعني شيء ماساه. وبعدين تيجي على حاجات البسيطه بتقول ما معي فلوس. طب ما انت بتحط يعني يعني شيء وشويات زي ما بقولوا. صح. فاول حاجه تحفيزي داخلي. ثاني نقطة مهمة اني انا في الوقت اللي انا مثلا بدي اولع سيجارة مثلا، خليني اخذ نفس عميق، بنسميه هذا الاسترخاء، عرفت، تمارين الاسترخاء السريع. ليش؟ لانه ليش اصلا هم بيدخنوا؟ بيكون نقص معدل النيكوتين في الدم. طبعا احنا ماخذين موضوع التدخين كمثال على يعني ممكن عشان انه عشان اورجيكي كيف اللي بيصير يعني. ليش انا بدخن؟ فالموضوع التدخين هذا انه بقل موضوع النيكوتين فبالذات بده اكسجين. احسن حاجه اني اعمل استرخاء، ادخل نفس عميق هيك واطلعه من فمي بحيث انه انا ادخل كميه اكسجين كبيره. وهذا بينفع مع كل شيء ثاني مثلا. بالزبط. اذا واحد بده يكون يدرس اكثر اذا بينفع هذا اسلوب استرخاء. هذا يعني من يكون حاله ستريس فالواحد يعمل تمرين استرخاء قبل ما يقدم على شيء سيء. بالضبط بالضبط. يعني اول حاجه اقنع نفسي انه هذا الشيء غلط. ثاني شيء اخذ نفس عميق ثلاث مرات قبل الاقدام على. بالضبط. حتى اعطي حتى اعطي مجال لحياتي لو 10 دقائق بالتفكير، اعاده التفكير. أوكي. عرفتي؟ هيك بكون مسترخي. عرفتي كيف؟ واتفائل بالاشياء الحلوه واني انا بدي اقدم. النقطه الثالثه المهمه اني انا احكي اني انا ممتاز، اعطي كلمات ايجابيه لنفسي. انا ممتاز في عملي، انا حقلع عن التدخين، انا حنجح في حياتي، انا حتوفق. عرفتي؟ يعني اعطي دعم نفسي لانه مكافآت لغويه ذهنيه لحالها لانها بتخاطب العقل اللاوعي. وبالتالي لما انا بدي اسوي لا شعوريا بتعطيني اشارات داخليه انه والله اقدم، انت قدامك حياه حلوه، انت قدامك مستقبل حلو، سنه لازم يعني تمشي فيها بطريقه جميله. حلوة. صح الحياه فيها مشاكل لكن انا ما بعتبرها هاي مشاكل، بعتبرها مطب محفزات. لا ومطب يعني اجاك مطب تمشي عنه بس مش بضلني واقف عليه. طبعا طبعا. وهذه هي كثير مهم نغير حياتنا ونظرتنا للحياه. وان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني والله حديثك مفيد وجميل. انا شخصيا كثير استفدت منه وان شاء الله راح اطبق كثير من المعلومات اللي حكيتيها. نتمنى ان شاء الله سنه ست سكينة فرحان، سنه جميله ان شاء الله. وكل المشاهدين اللي تابعونا بنتمنى لهم ايضا التغيير الايجابي بحياتهم. شكرا ست سكينة فرحان خبير التنميه البشريه. وسنه سعيده على الجميع ان شاء الله. علينا وعليكي. شكرا جزيلا. بارك الله فيكي. اهلا وسهلا.